كلنا لما بنحب بيبقى عندنا امل ان يعني الشخص اللي احنا بنتعامل معاه ده نقدر ان احنا بشكل او باخر نغيره. بس في حلقة النهاردة يؤسفني ان انا اصدمك او اصدمك واقول لك في ابراج هتتعب معاهم قوي واحتمال ما يكونش في نتيجة للتغيير في النهاية، وهنوضح ده ليه. هو ده موضوع حلقتنا، يلا بينا. اهلا باجمل ناس في الدنيا، كل سنه وانتم طيبين، برحب بيكم. وعدنا في اللايف على الفيسبوك امبارح ان احنا هنعمل حلقه اصدقائنا في اللايف كده طلبوها مني وانا بدردش معاهم. ايه الابراج اللي ما نقدرش نغيرها وهي اصلا ما بتعرفش تغير نفسها حتى لو حبت بجد؟ ودي الصدمه للاسف. واقول لك او اقول لك خلي بالك بقى في نهايه الحلقه دي تعمل ايه لو انت وقعت مع برج من الابراج دي، ايه هو الحل الامثل. بس ده هنقوله في نهاية الحلقة. الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، ولا ما اشتركش يشترك عشان يفضل متواصل معانا على طول. وتوقعوا، كل حد يتوقع برجه او برج حبيبه هيجي في المركز الكام. انا بقرا كل تعليقاتكم، ومين الاذكى كالعادة يقول لنا مين المركز الاول. في المركز ال12 هو الجوزاء. اذا حب بجد اسرع واكتر برج ممكن يتغير، مش عايز اقول لك 360 درجة، بس لو حب بجد واقتنع بيك. للاسف ابراج القمة لو حبت بجد حتى واقتنعت بيك صعب تغييرها، وهنا المشكلة. نعلى أكتر نوصل لبرج ساهل في النقطة دي لو حب بجد برضه واقتنع بك، هو الدلو الهوائي. رجل أو امرأة، أصلا دي أبراج سلسة، أصلا دي أبراج مش معقدة، أصلا دي أبراج سهل إن هي تتكيف وتتأقلم بسرعة على طباع أي حد لو خلاص بقى دخل حياتها وخلاص هنرتب حياتنا إن إحنا هنكمل مع بعض ومكملين. وتتمتع بذكاء وليونة ومرونة تمكنهم جدا ان هم يعملوا حاجة زي كده. دلوقتي احنا داخلين على برج اعلى شوية ولكنه زيهم سهل جدا التغيير، ولكن كالعادة اقول الحلقة دي مطلب جماهيري، طلب الوحيد منكم ندوس لايك لو عجبتكم ونشير عشان اصدقائنا المشتركين يوصل لهم الافادة. هو ده هدفنا الاول. القوس في المركز العاشر، من الابراج السلسة جدا اذا حبت واقتنعت. بنوتة قوس كده شعنونة عسولة، حبيتك بجد اقتنعت بيك، صدقني هتبقى على هواك قوي وهتبقى ماشية معاك ومرنة. كل الأبراج دي مرنة في التعامل مع الحياة ورتمها سريع وجميل وخفيفة على القلب كده، وما تتعبكش بس تحب وتقتنع بيك وتكون انت شخصية مؤثرة. في المركز التاسع في برج أعلى ونخش في الجد شوية، هو العقرب المائي. ما يمتلك العقرب من ذكاء ودهاء ومكر وتحكم في النفس وسيطرة وفهم الشخص الآخر، كل ده إضافة على نسبة معقولة جدا من المرونة كفيل جدا إن يخليه من الأبراج اللي مش صعبة أبدا تغييرها، بس يحبك بجد ويقتنع بك وتكون أنت شخصية مؤثرة. هنبدأ ندخل في منطقة وسطى، هنبدأ إن إحنا دلوقتي بقى ندخل في منطقة وسط الأبراج اللي هي بين البنين، يعني هتحتاج مجهود مضاعف أكتر من اللي أنت ممكن تبذله مع الأربعة اللي إحنا قلناهم دول. مين ذكي ويتوقع أول برج معانا في منطقة وسط؟ هو الميزان الهوائي. كده الأبراج الهوائية من أكتر الأبراج سلاسة وأسهلها إن هي تتغير عليك أو تتغير على حسب اللي أنت عايزه، بس برضه الشروط لازم توافرها. أنت قادر أو هي بتحبك بجد وأنت شخصية مؤثرة وتكون مقتنع بك. الميزان سلس مهما كان، مهما كان سلس وما تيأس بمجهود بسيط، صدقني تتوافر الشروط دي الأول هتلاقيه اتغير قوي وبقى ممكن زي ما أنت عايز وأحسن. هنبدأ بقى الموضوع يصعب. من المركز السابع الموضوع بدأ يصعب، بدأ يرخم، بدأ يبقى تقيل وصعب، وعاملين كده زي اللي هو بيخط في الرمل. احنا قبل كده كنا بنخطي على البلاط او على الحاجة الصلبة المستوية، دلوقتي احنا بنخط وماشيين في الرمال بقى. الاسد، الاسد لا نقدر احطه في رباعي خط النار في حلقة زي دي، ولا اقدر اجيبهولك واقول لك ده سلس جدا في التغيير، ولكن الانثى تحديدا بشكل خاص اذا حبت واقتنعت قوي ممكن تتغير بشكل يذهلك يفاجئك. انثى الاسد تحديدا والرجل، لكن هي اقوى منه، ما هو في ابراج كده تتفوق الرجال فيها على النساء والعكس. اذا الاسد في المركز السابع. في برج اصعب، وكل ما هنطلع هنزداد وهيزداد الموضوع والامر
صعوبة أكتر وأكتر. هو برجي، برج الحمل اللي بيجي في المركز السادس، الموضوع بيتقل. وهنا الأبراج اللي هبدأ أقول، مش عايز أقول لك ما تتعبش نفسك معاها، ولكن أقول لك حاول لربما، حاول لربما الأبراج اللي فاتت دي كلها إذا انطبقت الشروط إن هي بتحبك بجد ومقتنعة بيك وأنت مؤثر، نسبة كبيرة تتخطى 90% هتتغير. الحمل موعدكش، الحمل موعدكش، ده الأنثى يا باشا بتاعته اسمها الفارسة العنيدة، موعدكش. ولكن أقول لك الموضوع يستحق المحاولة. طب إذا كان ده حال الحمل اللي في السادس، ما بالكم بقى في المركز الخامس والأشهر اللي في المركز السادس؟ الحوت. الحوت بنسبة كبيرة أحاسيسه بتتحكم فيه، ولذلك هي هتبقى المسيطر الرئيسي على شخصيته، وهيحاول ان هو يرضيك، هيحاول بس مش هيكون مقتنع، مش هيتغير، ودي المشكلة. هيحاول ارضائك ولكن وهو مش مقتنع، بس عشان بيحبك، بس عشان يعدي الموقف، بس عشان نقدر ان احنا نكمل مع بعض وتستمر الحياة وتمشي. انما لو انت فكرك ان انت هتغير الحوت تماما، انت واهم مش لحاجة، لأن من جوه شخصيته صعبة ومملوءة بالمشاعر المتداخلة، حاله حال اللي في المركز الخامس اللي أصعب منه، وهو السرطان المائي. هنا بدأنا ندخل في التعقيدات، الأبراج المعقدة في الموضوع اللي زي ده، والسرطان معقد لدرجة إن هو مش فاهم نفسه، والحوت أحيانا وأحيان كتير ما بيبقاش فاهم نفسه. أنا مبسوط ولا فرحان؟ أنا مكتئب ولا سعيد؟ أنا عايز الحاجة دي ولا مش عايز؟ أنا كده اتغلط فيا ولا ما اتغلطش فيا؟ هو ده مدح ولا ده ذم؟ كده الحوت والسرطان كده، مما يعرقل ويصعب أوي مهمة تغييرهم. وممكن الموضوع يكون أقرب، أقرب مش عايز أقول استحالة، بس المراكز موضحة نفسها. لحد هنا في أمل، إنما رباعي خط النار هو ده اللي الأمل يكاد يكون بندور على إبرة في كوم قش، هو ده التعبير المجازي اللي ينفع إن احنا نوصفه في الحالة دي. صعب جدا تغيير الرباعي ده، رباعي خط النار. مين توقع المركز الأول هيبقى عندنا؟ خلاص يعني احنا خدنا السرطان يعتبر في المركز الرابع خلاص، وهو من اصعب ايضا الابراج، هيجي مع رباعي خط النار. انما الثلاثة الاوائل حاجة تاني، اصعب واشد، ودخلنا في التراب، وما بالكم بالتراب بقى في حلقة النهاردة، العذراء في المركز الثالث. يا قلبي لا تحزن، في نصيحة مهمة ما تفقدوش الامل هقولها لكم في النهاية، حاول مهما تحاول انت بتنقش على المية. مع برج العذراء انت بتنقش على المية، مش بتنقش على الحجر، وهو ده الصعب مع العذراء. لا العذراء صعب جدا جدا تغيير البرج ده، الا استثناء القاعدة لو حظك بقى حلو ووقعت في اعلى منه في المركز التاني واشد واصعب واتقل في الموضوع ده، هو الطور، هو برج الطور الترابي. مهما تحاول وأشد وأتقل منه وأرخم في الموضوع ده، هو برج الجدي الترابي. مهما تحاول أنت بتكتب على المية، صعبة جدا، أقرب للاستحالة مع برج الجدي الترابي. الموضوع صعب، صعب حتى لو بيحبك، حتى لو مقتنع بيك، حتى لو ما يعرفش، ما يقدرش، ما عندوش المرونة الكافية، ما عندوش ولا يقبلها، ويقول لك دي طباعي واللي يحبني يتقبلني كده، حتى لو انت معاك حق دي مشكلته. لذلك اقول العند احيانا يزعل البرج الجدي ويخليه يندم ويخليه يقول يا ريت اللي جرى مكان. في المركز الاول الطور، متصدر كل الابراج في حلقة النهاردة رجل او امرأة، هو برج الطور. مهما تقول صوتك يتنبح، تبقى هتنتحر من الدور العاشر، يا عم يا سيدي يهديك، اقول له يا عم ما يردش، اقول له يا سيدي ما يردش، هو كده الطور كده. اذا الطور من اصعب الابراج اللي انت ممكن تغيرها، حتى لو كانت بتحبك بجد، حتى لو انت مؤثر، حتى، وما بقولش في حاجة مستحيلة، ولكن بقول هتبذل مجهود مضاعف 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 مع تحديدا رباعي خط النار في حلقة النار. طب أنا أعمل إيه بقى؟ أنا أعمل إيه؟ قدامك حلين، لو أنت مرتبط ببرج
صعب تغييره ونفسك تكمل معاه. نفسك، لو مش نفسك سيبه. يعني انت دلوقتي مرتبط بحد ما بيتغيرش يا محمد ابو زيد، اقول لك ابعد، انا ما اقدرش ابعد. اقول لك حاول وابذل مجهود، تقول لي ما عنديش الصبر، اقول لك اصبر شويه، تقول لي حاولت وما فيش فايده، اقول لك تتقبله زي ما هو. هي ملهاش حل غير كده بقى، ما فيش حل غير كده. انا قدمت لك اكتر من حل، انت بقى اللي تقدر تختار. اكتبوا لي اراكم في الحلقه دي رجاء تشيروا، رجاء لو عجبتكم دوس لايك. حلقه مهمه قوي، كل المرتبطين بلا استثناء في حلقات كده تفيد الكل. الحلقه دي تفيد الكل، ده حتى انت ممكن تفيد الواحد مع صاحبه، البنت مع صاحبتها، الام مع ابنها، مع بنتها، الاب مع ابنه، الولد مع ابوه، تفيد كله. لذلك رجاء نشيرها وننشرها على قد ما نقدر، واللايك يساعدها توصل لبقيه اصدقائنا، ده طلبي الوحيد. وبشكركم جدا على المتابعة، روابطنا وقنواتنا التانية، وبنعمل كل اللي على الانستجرام لايف بندردش مع بعض. كل الروابط دي في وصف الفيديو لو انت على اليوتيوب، وفي التعليقات انزل لو انت على الفيسبوك. وانبه برضو واقول اي حد بتشوفه فيديوهاتي الشكل ده، محمد ابو زيد عنده غير محمد ابو زيد، غير صفحتنا بتاعت محمد ابو زيد، اعرف ان هو نصاب كذاب، اعمل له ابلاغ واوعى تثق فيه اطلاقا. لان انا دلوقتي في واحده صديقه بعتالي على الفيسبوك بتقول لي ده في صفحات كتير قوي باسمك، وناس بترد باسمك وعاملين بلاوي. قلت لها انا بحذر، انا في كل فيديوهاتي بحذر، موقعنا معروف وطريقتنا في الرد معروفه، واي حوارات تانية غير كده ملناش فيه. رجاء احنا عيله واحده، وانا لازم اوضح وانا بحبكم جدا وبخاف عليكم. وإلى اللقاء.